مرحبا. عقد برنامج التنوع البيولوجي بجامعة البلمند مؤتمر عرض فيه كيفية مكافحة الحرائق اللي عم بتهدد بلادنا بكل الفصول نتيجة إهمال الإنسان للطبيعة، وحذر من ملامسة الحرائق لغابات الأرز والمناطق الجبلية نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، ودعا إلى التحرك سريعاً من قبل المسؤولين للتخفيف من خطر الحرائق، خصوصاً إنه المساحات الخضراء بلبنان صارت بتشكل 2% من مساحته فقط. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية مستقرة ورطبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة والبحر مائج شوي وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل واستقرار بالحرارة على الساحل. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 20، بالبقعة 16 والأرز 12، ومننتقل من بعدها تنشوف كيف رح تكون درجات الحرارة لليوم ببعض المناطق اللبنانية. نبدأ مشوارنا من بينو 29، رحبة 28، دوما 31، بعبديد 29، مننتقل من بعدها تنشوف بلبعة 32 درجات الحرارة، لقليعة 30، النبطية 28، مشغرة 28، جديدة 33، بعلبك 35، أنوبين 22، والهرمل 35. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليوم واليومين اللي جايين، لليلة 24 أقصاها بنهار 34، في فرق 10 درجات بين الليل والنهار، والأربعة بين 23 و33، أما الثلاثة فمثل التنين. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 34، دمشق 38، والقدس 30، نواكشوط 29، ومننتقل من بعدها إلى باريس 21. هيدا كان كل شيء. باي.